التسامح من منظوري الشخصي هو الحب، هو التعامل، هو فن التواصل بين الآخرين، هو الأخلاق اللي يجب أن يتحلى به كل شخص عايش على هذه الأرض المبروكة، أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، دار زايد، دار الخير، الله يحفظها ويأمنها من كل شر ومن كل كايد. أما الحين خلونا نسمع مفهوم التسامح من منظور زملائي الموظفين. تربينا في مدرسة أبونا زايد على قيم كثيرة أهمها التسامح، فالتسامح ليس بقيمة جديدة في دولتنا الحبيبة، بل هو من قيم الأجداد والآباء المؤسسين في الدولة. La tolleranza riduce i conflitti e questo porta armonia e con sé prosperità. Gli Emirati Arabi Uniti ne sono una prova. تتلخص فكرة التسامح في أن الإنسان يتقبل الطرف الآخر برحابة صدر ويعفو عن تصرفاته التي لا تتناسب مع وجهة نظره. من وجهة نظري التسامح الإنسان لازم يكون عنده قدرة مقدرة على التسامح الداخلي، التسامح الذاتي، بيقدر ساعتها يسامح اللي حواليه، يسامح البيئة اللي هو عايش فيها، يسامح الناس سواء مستوى العمل. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالتسامح دعا له الإسلام ودعت له الدول، ودولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، فلا مظاهر للعنصرية أو العنف، والمغفرة واللين هي المطلب من المطالب الموجودة في الدولة، فذلك نراه بين المواطنين والوافدين في الدولة. سيشهد ورشنا نارتي بطنبضة يوهي اللي دير قدر شكلا نيادا كلنا مهتايا ورسامرم بمانا سيشهد اللي لدشتن دوايا نايا سميبنگلوم نيامنگلوم ورو پرورتيري مياثارتي ماكي യുഎഇ ലോകത്തിന്റെ മാതൃകയാകുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഒന്നായി കാണുന്ന ഈ സാംസ്കാരിക സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. التسامح ان ترى النور في كل الاشياء. التسامح رياح تمحو اخطاء الاخرين. التسامح قيمه دينيه ودنيويه. العفو والعافيه. Ang pagpaparaya, minsan ito'y nagdudulot ng mabuti sa buhay natin. Minsan kasi kailangan natin mag-desisyon para sa kabubuti ng ibang tao, kahit ikaw hindi sangay sa desisyon na ito. Tulad ng isang nagmamahal na tao, kahit mahal na mahal mo ang isang tao, pero ito'y may mahal ng iba, kailangan mo siyang pakawalan para sa sumaya kahit ito ay labag sa iyong kalooban. التسامح وتقبل الآخرين واحترامهم على اختلاف أجناسهم وطبعهم وخلفياتهم، وده اللي بيثري ثقافتنا وبيساعدنا ان احنا نعيش في سلام وفي محبة وتسامح مع بعض، وزي ما الآية الكريمة بتقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. The UAE President, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, done declare this 2019 the year of tolerance. And the meaning of tolerance na the ability to accept another person's behavior and belief where they're different from your own, even if you don't like them, so that peace will reign. Thank you.